الكيل وين ما هي إلا لحظات وينطلق هذا الشوط. إذن بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله ينطلق هذا الشوط وتنطلق اللقاية البكار في أول منافسة لها، وتجمع قوي جدا للسن الكبير هنا في ميدان التحدي، ميدان الشحانية ودورة البصير. المركز الأول مع ود للسيد علي بن سعد الكخان ينطلق مع الصدارة ومع ود على المركز الأول، وهذا شعار الفايز. يا بن كخان أتمنى لك التوفيق، ابتسامة جميلة مع هذا الصباح، مشكور تعجبني يا أخوي. المركز الثاني شعار بن مجاد يصل الآن مع النايلة لسعيد بن عبد الله بن مجاد الهاجري، يعشق هذا الاسم، يحب اسم النايلة واسم النايل، وأتمنى أن تنال يا بن مجاد كل ما تحبه وكل ما تهواه نفسك يا النابت، أو عفوا يا الهاجري، يا ابن بجاد يا الهاجري. المركز الثالث شوف الوصول والانطلاق مع هيهات، تصل هيهات لصالح بن راشد آل سعد على ثالث المراكز. الرابعة أيضا النايلة للسيد سعيد بن عبد الله بن بجاد الهاجري. المركز الخامس شعار بن ذروة يصل الآن مع الشاهنية لجابر بن محمد بن جابر بن ذروة المري. نعود إلى الصدارة، نعود إلى الانطلاق وإلى ود، إلى ود وإلى النايلة، ود والنايلة في تنافس شريف، في تنافس مبكر جدا مع آخر 900 متر ومسافة الكيلوين متر. النايلة سعيد بن عبد الله بن بجاد الهاجري، وأيضا الانطلاق من ود لعلي بن سعد بن كخان على المركز الأول والعصاقوس الدفع ذاتي. المركز الثالث، الثالثة بعيدة كل البعد. المركز الثالث النايلة لبن مجاد الهاجري، والرابعة يصل شعار علي بن ذروة مع الشاهنية لعلي بن ذروة البريدي. لكن ود، روح مع ود، روح مع صاحبة الناموس. الأداء تلقائي، العرض جميل، العصاقوس يحاكيها بالجهاز اللاسلكي فقط لا غير، يداعبها بصوته علي بن سعد بن كخان وهي تداعبه بهذا العرض الممتاز، بهذا الانطلاق الراقي. سلامي عليك يا بن كخان، علي بن سعد بن كخان. إذن والعصا في البطان، بن مجاد حرك، بن مجاد يحاول أن ينتزع الفوز، ولكن ود تسيطر على عرش الصدارة وعلى المركز الأول وعلى الفوز بدون أي تعليمات وأي انطلاق. الزعفران هناك عند خط النهاية تستاهله ود، عساها بشرة خير. والشبل أيضا اللي ساير ود، يا سلامي عليك، سلامي على الشبل، وهذا الشبل من ذاك الأسد، تستاهل يا بن كخان. علي بن سعد بن كخان إذن ينتزع الشوط الأول الرئيسي لفئة اللقاية البكار والعصا في البطان. المركز الثاني كان من نصيب النايلة للسيد سعيد بن عبد الله بن بجاد الهاجري. المركز الثالث الشاهينية لعلي بن ذروة البريدي. التوقيت الزمني لحظات وصول ود إلى خط النهاية 3 دقائق. إذا نعتذر من التوقيت أيضا في هذا الشوط، لكن أبشروا بالعوض، واللي عنده التوقيت الزمني أتمنى أن يوافينا به مشكورا.